300 متر كيف بار جور. دير الداتمون يتم الان اليوم الولاية تحتوي على 100 آبار. ما بين 2020 و 2021 إلى حوالي 44 بئر تم إنجازه، 22 بئر بميزانية البلديات، 11 بئر بميزانية الولاية، و 11 بئر في القطاع. اليوم نقدر نقول باللي النسبة المئوية لاستهلاك المياه اللي وضع تحت تصرف المواطن حوالي 560 لتر لكل مواطن لكل يوم، مع العلم ان المعدل الوطني لكل مواطن لكل فرد في اليوم هو 180 لتر.